وينضم إلينا من الرياض عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور مشعل العلي. مساء الخير دكتور مشعل. زيارة تاريخية وقمة استثنائية في موسكو بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي من شأنها أن تسهم في تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. ما تعليقك دكتور مشعل حول هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونصر من الله وفتح قريب. نعم، المملكة العربية السعودية بما لها من محورية عالمية رائدة، فهي لها الموقع الجغرافي المتميز دوليا، ولها المكانة العظمى بالنسبة للإسلام والعرب. المملكة العربية السعودية بهذا الفضل العظيم وبهذه المكانة الكبيرة والحق المتنامية في الاهتمام في العالم، الجميع العالمي شرقا وغربا يهتم بهذه الدولة، وبالحقيقة العلاقات بها والارتباط بهذه المملكة التي يراها الجميع هي ملاذ آمن لكل قوى الخير في العالم. الملك سلمان حفظه الله، ولما له من هذه القيمة العظيمة والرمزية العظيمة للإسلام والمسلمين، وهذه المكان العظيم المملكة العربية السعودية، كانت الزيارة الحقيقة حظيت بهذا الاهتمام الروسي الملاحظ الحق من أكثر من سنتين، وروسيا الحق تتشرف إلى هذه الزيارة، ورأينا هذا الاستعداد المنقطع النظير في روسيا لاستقبال خادم الحرمين الشريفين. نعم. بما تحملهم مضامين عالية، فالمملكة العربية السعودية وروسيا الدولة العظمى التي هي من الدول العظمى حقا من اللاعبين الأساسيين في المنطقة في الشرق الأوسط وفي العالم، فروسيا بما لها من وجود في منطقتنا في الهلال الخصيب أو الشام، ونرى أن هذا الوجود الحق الملف الذي بين المملكة العربية السعودية وبين روسيا، نرى أن هناك مواقف الحق لربما أنها تكون متباينة، إلا أن مسألة ما فيه مصلحة الشعب السوري حاضرة في مثل هذا النقاش ومثل هذا اللقاء، إضافة إلى كثير من الملفات الهامة في المنطقة والساخنة. نعم، والتي الحق هي تفرض الوجود في الأجندة، مسألة الإرهاب ومحاربة الإرهاب، فروسيا متفقة تماما مع الرياض ومع الدول المناطق في محاربة هذه العظيمة، لأن الحق ستؤدي بالأمم إلى دمار شامل وإلى بلاء عظيم. فهي المسألة التي الحقيقة لربما أن المملكة العربية السعودية تراها من أولويات اهتمامها، وكذلك روسيا. نعم دكتور مشعل، دكتور مشعل عفوا، الملفات الاقتصادية. نعم. التي هي الحق أعلنت وأبرز دورها، الملف السياسي الحق في المنطقة وعبارة رسم. نعم دكتور مشعل عفوا، التحالفات الجديدة في دكتور منطقتنا وفي المناطق الأخرى الحق الهامة، في حتى يكون داعما لرسم. نعم. سياسة واضحة. عفوا دكتور مشعل، عن كثيرا من المجازفات التي لا نطمع نراها يمينا وشمالا، هناك اهتمام كبير جدا في مسألة محاصرة قوى الشر واجتثاثها من المنطقة. المملكة العربية السعودية هاتية بقوة في محاربة من أراد لها سوءا. نعم. أو أراد لدول الخليج مجتمعة سوءا، ويلحق لا تماري فيه أحدا وهي تتكلم. نعم دكتور مشعل عفوا المقاطعة، قمة سعودية روسية تبحث في ملفات سياسية ساخنة في منطقة ملتهبة، إلى جانب فتح أفق جديدة من التعاون التجاري المشترك استنادا على الدعم بين الرياض وموسكو، في تقديرك هل تنعكس هذه الزيارات الاستثنائية على قضايا المنطقة؟ هو نعم، المملكة العربية السعودية بما لها أولوية في مسألة الطاقة البترول، وكذلك بالنسبة لروسيا، هم الحق من الدول الكبرى المؤثرة في التوازن مثل هذه السلعة الهامة دوليا، فهي الحق أمن للعالم حين تتفق الرؤى، ورأينا كيف أن المسار في مسألة أسعار البترول حينما تكون هناك اتفاق روسي سعودي سيكون أثره واضحا على هذه الأسواق المهمة. رأينا أن المملكة العربية السعودية ما هي تحظى به من حقل ضخم جدا في الغاز في المملكة العربية السعودية. نعم. آسف. ورأينا روسيا بما هي من الدول الحق الرائدة في هذا المجال، فهي الحق تربض على أعظم حقل غازي في العالم، هي الحق في مثل هذا الاتفاق والتعاون سيكون له أثر في مسألة الطاقة. المملكة العربية السعودية هي جمدت مثل هذا التعرض لمسألة الغاز الحق رعاية لحق
لجوار قطر، وحينما رأت أن المسألة وصلت إلى ما وصلت إليه في الآونة الأخيرة هي الحقيقة انطلقت في هذا المجال، لأن المسائل الاقتصادية هي هامة في صناعة كثير من السياسات الواضحة التي الحقيقة لا شوائب فيها. ووضوح المملكة العربية السعودية في علاقتها مع الدول هي الحقيقة التي ترسم الخريطة السليمة المستقبلية لجميع شعوب المنطقة. نعم، من الرياض كان معنا المحلل السياسي دكتور مشعل العلي، شكرا جزيلا لك.